مهنتي صواج، فتت لهنا واستمريت مهنتي. مثلا المصروف والدخل خف عليك، يعني مثلا كنت تشتغل بده يجيك مبلغ متوقع المبلغ هذا، وصار الزلزال وتوقف المبلغ عليك، فضايقت شوي الامور هاي. لي شاب صديقي فهو شجعني، قال لي ما تفتح محل، سجل بالمنظمه هاي وان شاء الله يطلع لك ويسر امورك. سجلت والحمد لله رب العالمين تيسرت اموري وطلعت منها. المنحه ساعدتني انه شالت لي قسم كثير من العده. خذينا كريكو مثل الحام، مسند دياما، تشيك ترمس، بوت ماكينه، فرشه، شيلمو. يعني ساعدتني شجعتني. اليوم شام يقدم لك نص طريق، يعني عم يقول لك انت كمل الطريق الثاني، انت وشطارتك. ساعدني بحياتي، نفسيتي مرتاحه، اجي على محلي اشتغل. طموحاتي انه اكبر المحل، انه اعيش عيلتي احسن عيشه.